حبوب فول الصويا، أو مثل ما بتتسمى تاريخياً لحوم من الحقل أو اللحوم بدون عظام. حبوب فول الصويا اكتسبت هذا الاسم وانتسبت لفئة اللحوم نتيجة احتوائها على نوع بروتينات صغيرة وفريدة من نوعها، واللي بيطلق عليها اسم البيبتيدات. فوائد هذا النوع من البيبتيدات عديدة وكثيرة. تعمل على خفض الكوليسترول السيء LDL، وبتحسن من تنظيم ضغط الدم، وبتعمل على السيطرة على مستويات السكر في الدم، وبتحسن من وظيفة المناعة. ولو حكينا على القيم الغذائية التانية فهي عديدة وكثيرة، لأنها بتحتوي على مضادات الأكسدة والتريبتوفان، بتحتوي على كثير من المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين K، فضلاً عن احتوائها على ألياف ملينة ومفيدة للجهاز الهضمي ودهون أوميغا 3. وللي بيعانوا من أمراض السكر، بتعتبر حبوب فول الصويا من الأطعمة المقاومة للسكري، لأنها بتقلل من مقاومة الأنسولين عن طريق زيادة توليف مستقبلات الأنسولين. والألياف القابلة للذوبان واللي بتتواجد في فول الصويا بتنظم من معدلات الجلوكوز، وبتنقي الكلية، وبتتحكم في معدلات السكر عند الأشخاص اللي بيعانوا من مرض السكري، وكمان بتحمي من الإصابة بأمراض الكلى. حبوب فول الصويا من البقوليات اللي بتقاوم السمنة، لأنها بتمنع إيداع الأحماض الدهنية في الخلايا الدهنية. فول الصويا بيعتبر من أفضل الأطعمة المغذية، واللي بتم هضمها بسهولة، واللي بتعتبر أحد أغنى مصادر البروتين وأرخصها ثمن.